مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، تشهد الإطلالة الخلابة لاستراحة السحب في مدينة خورفكان عروس الساحل الشرقي إقبالا كبيرا من السكان والسياح، كونها أحدث وجهة سياحية مطلة على معالم خورفكان. مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، تشهد الإطلالة الخلابة لاستراحة السحب في عروس الساحل الشرقي إقبالا كبيرا من الزوار، كيف وهي واجهة تكشف جمال خورفكان. فمن على ارتفاع 600 متر من مستوى سطح البحر ينتابك شعور مليء بالحماس والبهجة، فهي من أعالي القمم في خورفكان، تكشف تضاريس مدينة تمزج الطبيعة بتراث الماضي وحداثة مشاريعها. استراحة السحب جمعت التصميم الفريد مع المطعم الذي استقبل عشرات الزوار، لا سيما مع افتتاح الاستراحة تزامناً وأيام عيد الأضحى المبارك. هم سكان خورفكان متعودين على المنطقة، لكن صراحة شيء مبهر، شيء جميل صراحة، ويشعرك بجمالية مدينة خورفكان. يمكن نحن حتى ما كنا حاسين فيها اللي هي أهل خورفكان، لكن لما تنظر لها من المناطق هاي العالية والمكان الارتفاع هذا تحس أن مدينتك جدا جميلة. تفاجأت أنا بكمية الناس الموجودين هون، بالتنظيم، بالترتيب، بالنظافة، حتى في أطفال يعني بيلعبوا مبسوطين بالمكان هون. يعني المكان كثير حلو، بطلع على مدينة خورفكان كاملة، بيعطيك شعور بالراحة النفسية، بتشم هواء نظيف، يعني المكان كثير رائع. أول ما شفته من خلال السوشيال ميديا قررت أنا والعائلة إنه أول أيام العيد نكون هنا، صراحة منظر خيالي. الزوار الذين زاروا الاستراحة استمتعوا داخل المطعم والمقهى بتناول الوجبات الخفيفة والعصائر الباردة، سواء في جلساته الخارجية أو الداخلية. طبعا انا جاي من عمان وسمعت عن استراحه السحب، فجينا نشوف المكان ما شاء الله جميل، مطل على المدينه، مكان حلو يعني فوق وهادي، والكوفي شوب وايد جميل الصراحه، واستمتعنا الحمد لله ويا الشباب. ما كنا بنعرف انه في مكان يعني اطلاله كثير جميله صراحه. هون بنشوف كل خورفكان، يعني نحن اول مره بنجي على المدينه، المكان كثير حلو، اجواء عائليه، اجواء العيد كثير حلوه هون. صور السيلفي وتصوير الاستراحة والصور البانورامية لمدينة خورفكان كانت أبرز اللقطات التي رصدتها كاميرا أخبار الدار، تحديداً مع الإطلالة التي تكشف أغلب معالم المدينة. هذا الجمال الآسر للأنظار يتواصل حتى مغيب الشمس لتكون استراحة السحب أكثر من مجرد وجهة سياحية تقليدية. مساءات صيفية دافئة وفضاءات رحبة اخترقتها أضواء الليزر مع تلك الإضاءات الملونة التي تحيط بالاستراحة، لتكون بذلك من أهم المشاريع التنموية التي تعزز السياحة، لا سيما مع اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بأن تكون وجهة سياحية بامتياز. فشكراً بابا سلطان.